FM. الكلمة ليك. معنا الدكتورة أنس مامي. أنس ماماي. شنحوال؟ الحمد لله. صباح لباس. الحمد لله. أنت مبروك عليك ساعة الجائزة ابن خلدون 2017 اللي تحصلت عليها في واشنطن. إن شاء الله. في إن فيت أون رسوا لي بري في ماي. في ذكرى ميلاد ابن خلدون. أي. اما تحصلت عليها معناتها اسميا تو بعديك باش تسلم. بيان سور اون ا يو ديجا لا كونفوكاسيون. تري بيان. مبروك عليكم ومبروك على تونس. لكن باش نحكي انس على الاكتشاف الجديد اللي هو اكتشاف تونسي 100% لمرض جديد اللي مشيت على خاطره سنغافوره. اي احكي لنا الحكايه كيفاش. هو مرض جلدي وراثي. لقيناه في عائلة تونسية وخدمنا لبارتي جينيتيك باش تعرفنا على كما نقولوا الموقع جين اللي يتسبب في المرض هذايا. وبعديك باش حسنا أكثر الأبحاث مشيت لسنغافورة عامين وتحصلت على بورس دكسلونس من الجوفرنمون سنغافوريان. وغاديك عملنا أول نشر باش عرفنا العالم بالمرض الجديد هذايا. ولقينا عائلات أخرين في العالم جدا عندهم نفس المرض. وبعد النشر الاخراني اللي هو اهم ارتيكل خرج انه اكتشفنا الجين اللي يعطي المرض هذاك وهو جين متاع جهاز المناعة. في نفس الوقت وقت اللي يبدأ اكتيف جهاز المناعة يخلي الخلايا يتحولوا لخلايا سرطانية. عفنا عفكم الله بيان سور في الصباح نحكيو. وبعديك حتى نقول عفنا عفكم الله بي جسي دو مو رابلي. وبعديك ان سارتان مومون وقت السيستم ميونيتير هذا يكون يوصل للاكتيفيتي المطلوبة يولي الخلايا السرطانية الريغريس. دونك توا لقينا الطريقة اللي بها هي نجمو نخليو جهاز المناعة هو اللي وحده يقتل الخلايا السرطانية ويجم تومور دو لا بول بو ريغريسي جوست بار اكتيفاسيون سيستم ميونيتير. معناتها نوع جديد من السرطان هذا؟ هذا هو نوع جديد في الديفلوبمون نتاعو. لكن كي تجي تشوف تلقاه هو نفسه انواع سرطان موجوده اللي مثلا تجي بعد اكسبوزيسيون كبيره للشمس والا بعد ثم دي باسيون يعملوا تريتمون بالراديو ثيرابي وتطلع لهم دي تومور كيما كيكه في الجلده نتاعهم. دونك ابروفي من المنظمه العالميه للصحه. بيان سور بيان سور الى ايتي ديجا كلاسي توا في الاوميم باسمنا نحن التوانسة. مرض تم اكتشافه في تونس وأول إكيب تونسية تحكي عليه وتوا في الليشال انترناسيونال بيان سور معرف به. رحب بالباحثة يعني السيدة أنس، يعني فرحانين برشا باستقبالك يعني وهذه دعوة للإعلام في تونس ودعوة للناس المهتمة أنه تعلي من شأن ومن قيمة الإنجازات هذه، خطر هذه الإنجازات الحقيقية في نهاية الأمر. يعني لا إنجازات مع تقدير يعني متاع الهشك بشك والفن وكذا والحكايات والكورة والرشنوة، يعني هذه النجوم اللي نلتقطوهم واللي جيونا مرة في الكذا. هذا أولا ونحب الحقيقة على المباشر هنا. لكن نحب نسألها في وراء تفاصيل الاكتشاف اليوم، ما الذي ينقصنا في سياسات البحث العلمي؟ يعني اليوم يعني هي قضية شنية؟ قضية ذكاء بشري اليوم أنه الشمال هو اللي اخترع هو اللي قدم هو اللي يصنع في الدواء هو اللي يكتشف وإحنا خارج دائرة هذا العصر؟ شنو اللي ينقصنا بالضبط؟ يعني وانتي جربت وكنت في سنغافورة كنت في كذا، أكيد مراكز البحث عندك فكرة على الاشتغال، ما الذي تنقص استراتيجيات البحث العلمي في هذا البلد؟ تنقصنا شوية تطوير. احنا مسنا نخدموا بقوانين من عام 70 تحطت في اليونيفرسيتي. قوانين تلعب دور في التطوير مثلا كيفاش؟ مثلا كيما ثم ابسط قانون هو ما تنجم تعمل بحث الا ما تعدي كونكور ناسيونال في تونس. والكونكور ناسيونال هذايا نحنا جينيرالمون يتحلوا دي بوست نتاع اونسينيون مش نتاع شيرشور. واحنا كيما قلنا تونس ما عندهاش فلوس مثال. نجم نقولوا باهي تونس ما عندهاش فلوس. احنا ما عندناش. والبحث العلمي يلزموا برشا فلوس. برشا امكانيات. لكن ثم جمعيات عالميه تعطي دي فون دو ريشيرش. انت تنجم بعد ما خدمت من 4 سنين في المانيا تاخذ فون دو ريشيرش ويشجعوك انك ترجع لبلادك وتحل لابو في بلادك وتخدم. احنا القانون ما يسمح لناش باش نجيبوا الفلوس هذيك ونجيو. ابو علاش؟
ما عندكش الحق تدخل تخدم ان طونك شيرشور الا ما تعدي الكونكور, والا شتعمل تمشي تتعرف على لابو تونسي ويدخلك تخدم كونترا بوست دوك. وعلاش شنو الحكمه من خاطر مازلنا ما طورناش القانون هذايا نتاع الغوكروتمون, هذا القانون يعني لازم يتطور شويه. فلوس للكوره والجوارات نجم نجيب مثلا الجمعيات تحت الطاوله, وبالنسبه للبحث العلمي ممنوع خاطر ماهوش سونتر دانتيغي كبير توا. توا ماذا بينا كان شويه هكا اونتير شويه كيفاش نقولوا لا فيزيون نتاع اي الحكومه وانتباهها نراهن عليه القطاع هذا. باش نجدوا شويه القوانين القديمه اللي مازلنا نخدموا بها. ليكول دكتورال مازالت تخدم بقوانين كيف كيف من عام 70 تحطت هذيك, هي ما تبدلتش. الجامعات مازالت تخدم بنفس القانون هذاك. كان يتجدوا شويه القوانين هذوكم ونعطيه شانس, اعطيه شانس نتاع 4 سنين خليه يخدم. كاين خدم خدم مرحبا بيه, يفا فيغ بروفيتي لو بيي. سي نا با سي با لو بيي كي بيي دو لارجون, سي لاسوسياسيون هذيك البراني عطاتو الفلوس الى تيستي بور 4 ans وون فا فوار. عندنا الكفاءات سيدة ونس بجد, معناها نحبوا نطرحوا يا رسول الله. نحن ما نسمعوا في الاختراع كان في الشمال لدرجه شكينا, يعني قلنا هذه امه مصدقه في نهايه الامر غير قادره انها تنتج علماء. شو لا 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 سامحني يا برهان, التونسي اللي مشى لماليزيا واعطى الاختراع نتاعو لشركه الطيران الماليزيه. خليك من ماليزيا من واحد ولينا نسمع الى درجه ولينا نشكوا حتى في قيمه في القيمه العلميه نتاع الاخبار هذه اليوم. خلينا نحكي لك, يعني هي الفروق حضاريه, فروق في المجتمعات كذا. نحب نفهم اهل الاختصاص هما اللي يعطيوني الشهاده مش العنوان اللي في جريده النجم واللصق. ما عادش عارفين مخترع صاروخ بالجد ولا مش بالجد الصحيح ولا الكذب ولا كذا. اليوم عندنا الكفاءات سيده ونس نشوف فيهم. ها عندنا لا بروف, خذ اي اتيديون من تونس هزو خدمه في بلاد اخرى تلقاه تبارك الله عليك. اذا علاش مازلنا بعاد على حاجه اسمها الاختراع الاكتشاف؟ سي ان انفيرونمون تعيش فيه. اي وقت سالوني في التاسعه قالوا لي شنو الفرق اللي لقيته بين لابو, قلت لهم لو كوتي اومان تاع الخدمه. كيف تقعد في ريونيون ويجيوك لي غران اكسبير معاك, انستيتيو كامل يتلموا لي غران اكسبير في الريونيون, يسمعوك حتى كان انت بروميير اني, معناها اول عام بديت الريشيرش نتاعك, ويعطيوك دي سوجيستيون. في نفس الوقت يجيبوا لي زيكسبير نتاع لي سبيسياليتي الكل, ميكروسكوبي ما نعرفش بروتيوميك ادين, ويجي يعلمك. يعني يقول لك اجا تنوريك, اجا قعد معايا ساعه من زمان تنفهمك كيفاش تخدم على الخدمه. احنا هذا ما ثماش بيناتنا كولابوراسيون. مش لازم كل ابو يشري ليكيبمون الكل يحطه عنده ويبدا يخدم به. انت يشري ماشين والاخر ماشين وكولابوريو مع بعضكم. احنا في تونس نقصنا المخابر, نقصتنا الكولابوراسيون, نقصتنا. احنا ما نقولكش ثما دي لابو في تونس عندهم برشا ماتيريال باهي, اما كل واحد عنده سو ماتيريال بالضبط. ولا على مشكل جلد الذات, جلد الذات معناتها احنا قاعدين نقص في رواحنا. احنا شعب متخلف, احنا عالم نامي, عندك النتائج تشوف الاختراعات كل يوم في الجانب هذا, احنا صدر في الارهاب, احنا واقتصادنا مؤخر. معناتها هذه كله بيساهم. هذه عقده العقد, هذه البحث العلمي راهي, هذه عقدتنا زاد راهو هذا الفروق الحضاريه الكبيره نتاع سلسله النهضه. لماذا تقدموا لماذا تخلفنا زاد؟ ما نجموش في اطار جلد الذات, هذه حقائق واقع. شنو في 2014 خرج ارتيكل على لو دياسبورا تونيزيان اون ازي, كتبته بروفيسور ليا العبيدي على وقتها شفت اكثر حاجه جاليه تونسيه في سنغافوره, وقت اني رحت سنغافوره وشفت انه فريمون عندنا معناها دي زيليت ما شاء الله في دومين المات فيزيك في الانفورماتيك في كل شيء, معناها اون مونك با دو كومبيتونس اذكياء, ولكن في سنغافوره للاسف في كل بلاصه نجم نحطها في تونس. وقت الكلام نتاع الاخبار التونسي قبل نمشوا الاخبار, الكلام نتاع الدكتوره خاطر موافقها انه راهو التونسي مش حكيت امكانيات ماديه ولا امكانيات لوجستيه ولا تجهيزات, حكيت كما قالت معناتها بيئه لونفيرونمون, وحكيت كيفاش التونسي تعطيه قدره, الشاب التونسي تعطيه قدره وتخليه ينشط وتخليه يبتكر. راهو فما توانسه مثلا, هي تو حكيت على الدومين نتاعها, انا نعرف الدومين نتاعي مثلا في الاقتصاد والماليه. اليوم ترقى في لندن في السيتي نتاع لندن اللي هي من اكبر لي بلاس ايكونوميك في العالم فينانسير, التوانسه يتصرفوا في الاف المليارات ويتصرفوا في موارد بشريه تفوت ال 500 و600 و1000 و2000 عبد معناتها, وناس توانسه يحكموا في يابانيين وفي امريكان. نعم او لا؟ اجابه نعم او لا. استقبلك شكون في المطار؟ تستقبلني با الحكومة في الأقل عيطولك. لا 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 مهم جدا دكتور, الحكومة نعم أو لا؟ جهات رسمية, وزير التعليم العالي, لا كاتب دولة البحث العلمي, الجامعة نتاعي ما استقبتنيش, الجامعة نتاعي ميم با غوميرسيال. وتقول لي يزي من جلد الذات انت, وتقول لي احنا كذا ويزي من جلد الذات. طيب نرمي روحي من الطبق الثالث راجعين بعد الأخبار. كاب اف ام
الكي الملك.